بسم الله الرحمن الرحيم. بين أن العدد 4 أس زائد 2 زائد 4 أس يقبل القسم على 17. إن عدد صحيح طبيعي يعني ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية التي لا رمز لها الرمز إن. إن هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني 0, 1, 2, 3 إلى ما لا نهاية. إن عدد صحيح طبيعي. إذا نبين أن هذا العدد يقبل القسم على 17. لدينا 4 أس زائد 2 زائد 4 أس. إذا يجب أن نظهر هذا العدد، لا بد من إظهار هذا العدد. لاحظوا معي 4 أس زائد 2، هنا سنطبق العلاقة. لدينا أس إن مضروبة في أس بي يساوي أس إن زائد بي. هذه متساوية مهمة، إذا نوظفها هنا فنقول الكتابة تصبح 4 أس إن مضروبة في 4 أس 2 زائد 4 أس إن. 4 أس إن هي 4 أس إن مضروبة في 1، ضربت في 1 كي أعمم. انظروا معي، لدينا هنا 4 أس إن، أيضا هنا 4 أس إن، فأعمم بـ4 أس إن، فنجد نهاية 4 أس إن وعامل مضروبة في 4 أس 2 زائد 1. 4 أس إن في 4 أس 2 هو 1، زائد 4 أس إن في 1 هو 1. فقط قمنا بعملية التالي، ثم بعد ذلك نتابع. لاحظوا معي 4 أس إن الآن في 4 أس 2 زائد 1. أربعة أس إثنان تساوي 4 في 4 يعني 16. هذا العدد 4 أس 2 هو 16 زائد 1 17، إذا الكتابة تصبح 17. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا العدد يساوي مضبوطة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.